اللي جابني راح واللي راح يتعوض ماكو شيء يتعوض كل سراح من المسرح هو الفن الذي لا يحتمل يعني لا يحتمل ان يكون فن يقدم عبر المواقع السوشيال ميديا او منصات اليوتيوب. المسرح هو يعني فن حي، فن مباشر، فلذلك احنا اليوم حتى نقدم رسالتنا من هذا المكان مع الالتزام بالظروف اللي يعني تحتم علينا انه احنا نكون ملتزمين حتى نحافظ على صحتنا ونستمر بحياتنا. واحدة من الطقوس الجديدة على المسرح العراقي بشكل خاص يعني والمسرح العربي وحتى النظام العالمي يعني بخصوص كورونا، أصرينا بالحقيقة على أنكم اعتبرنا هذا أول عرض حقيقي على مستوى احترافي ضمن مؤسسة الدولة يقدم إلى جمهور، فراح يكون وفق شروط تباعد اجتماعي. هذا المسرح هو مكون من 300 مقعد، راح يستقبل 150 شخص يدخل المسرح، مراعين شروط التباعد الاجتماعي ما بين مقعد ومقعد آخر يعني حرصا على سلامتك وأيضا معقمات يعني، ونحاول قدر الإمكان يعني إن شاء الله راح نتوفق يعني. طبعا اليوم عودة الحياة للمسرح، مسرح الرافدين وعموم المسارح بالعراق، شفنا عرض كلش حلو، عرض نقول احنا ان شاء الله فاتحة خير على العروض المسرحية، لان احنا نشهد يعني صار فترة طويلة توقف تام للمسرح العراقي، لكن عودة ان شاء الله العروض عروض زينة وعروض متميزة، وان شاء الله من خلال هذا العرض اللي شفناه اليوم ان شاء الله بالايام المقبلة او بالاشهر المقبلة راح نشهد عروض كثيرة من خلال ايضا افتتاح مسرح الرشيد ومسرح الرافدين. عيد مرض اخمسها اخصها راسها ايدها خذ فيها. انا اعتقد الحياة العراقية بلا ثقافة وبلا مسرح بشكل خاص اعتقد اكو جزء كبير مفقود بيها، يعني المسرح هو اسرع وسيلة تغير بيها واسرع وسيلة باستطاعتك ان تقدم بيها محتوى محترم. كل شيء طبعا هو يوقف، بس غير المسرح ما يوقف بصراحه، حتى احنا بكورونا نتمرن ببيوتنا ونتمرن على الواتساب، والحمد لله وشكر هسه رجعنا بقوه وراح تشوفون عروض احلى واحلى ان شاء الله من مواسم اللي راحت. كورونا متوقفنا، احنا نوقف كورونا، انتظرونا. خوش حكي احلى نحكي.